عشان برضو هنا لازم نقول نقطة مهمة جدا. كما تكلم عن اللباس المادي اللي بستر بيه بدني، تكلم عن اللباس المعنوي وهو اهم كمان، لباس التقوى. عشان دايما اللي بيتكلم يقول لك ما هو محجبات وعندهم مش عارف اخطاء ايه، ده بتبقى منتقبه وبتعمل ايه. ايوه يا سيدي، ما هو ده مش الاصل. مظبوط. الاصل ولباس التقوى ذلك خير. من التقوى ان الانسان رجل كان او امراه يبقى عنده العفه. من دواعي العفه سيدتي القران يقول كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم، مش بس الستات، الرجاله كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم. الله، القصه بقى مش قصه انه امر بس لازم تعمله وخلاص، هو ربنا مش محتاج ان يعلل لي، لكنه علل ذلك ازكى، ده اطهر. بدل ما انا ابص وده يبص وده يبص وده يبص على عورتي وانا ابص على عورته وده يبص على عرضي في بيتي وانا ابص على عرضه، لا، ذا يغض من ابصارهم ويحفظ فرجهم ذلك ازكى لهم. يعني العفه دي فيها صحه المجتمع طبعا، ان يكون مجتمع صحيح. يعني مجتمع، يعني لو نظرنا يعني حكمه المولى عز وجل في كل امر وفي كل نهي بيكون في الاخر يعني رساله للانسانيه بان انت تعيش الحياه الصحيه السليمه. ده صحيح. ذلك ازكى. لما يقول ازكى يعني في طهاره وفي نماء للنفس وفي راحة للنفوس، وأنا مطمئن على بيتي وأنا قاعد هنا وجاري مطمئن على بيته وهو بعيد إلى آخره.